اليوم طبعا جالس قسم الضغط والنبض والاعصاب في العمود الفقري، وسنبدا بكلمه الاستاذ الدكتور ناجي عدواني رئيس المتابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحب بالسيدات والساده الحضور، السيد الاستاذ الدكتور اشرف سعد خلال في افتتاح مؤتمر جراحه العمود الفقري السنوي لقسم جراحه الاعصاب. هذا المؤتمر يعقد سنويا تقديم الجديد والحديث في جراحات علاج اصابات العمود الفقري. انا ارحب بالاستاذ الدكتور اشرف سعد جلال والاستاذ الدكتور العزيز الدكتور اسامه ابراهيم، ترحيب خاص لان خلال فتره رئاستي في قسم جراحه الاعصاب كانوا خير عون لي فبمساعدة الله عز وجل وفضله والسادة السادة ومساعدة الأستاذ الدكتور أشرف سعد جلال والدكتور أسامة إبراهيم تم افتتاح الدور السادس قسم جراحة غرفة الأعصاب وتشغيلها. كما تم تجديد إكمال الإصلاح الدور الرابع قسم جراحة غرفة الأعصاب بتعاون كبير من الدكتور أسامة إبراهيم عشر ساعات جلال وجميع الصور. الأستاذ الدكتور ياسر مهنا مشكورا وهو صاحب أيادي وأيضات كثيرة تطوع من مال أشخاص وآخرين في تجهيز عمليات الدور الرابع لجراحات متقدمة للعمود الفقري. وأنا بشكره شكر خاص على مساهمته في هذا المؤتمر وعلى مساهمته المستمرة في تطوير جراحة العمود الفقري للجسم. وأشكر أيضا الدكتور وليد فؤاد على مساعدته في تجهيز الدور السادس. أحيانا بشكر زملائي لأن ده يعني أعتقد إن هيبقى آخر لقاء مع الناس. بس القسم الثاني شهر 1/8 فأنا حقيقة بشكر كل زملائي، أشكر الدكتور أحمد ماهر الأخ الصديق العزيز اللي معايا أحسن دعم في هذا القسم. أشكر الأستاذ الدكتور مازن فهد سكرتير مجلس القسم، أشكر الدكتور رحماني، الدكتور مازن، الدكتور علاء عيسى ورؤساء الوحدات، أشكر كل من ساهم في هذا القسم، أشكر الأستاذ الدكتور وليد السعداني تولى توزيع الرسائل وهو الإداري الكبير، أشكر الدكتور أسامة عبد العزيز والدكتور فؤاد على تنظيم المؤتمر القسم السنوي وعلى مراعاتهم للدكتور أسامة الأسبوعية للقاء العلمي. أشكر الدكتور أنور هيكل على مراعاة شؤون الطلاب، والدكتور أحمد برغوت على تولي المنقصات والممارسات الخاصة بالاسم. أنا بأشكر الجميع وإن شاء الله في الشهور المقبلة سيضاف إلى قسم جراحة الأعصاب قسم الدور السادس الدور الرابع المتطور بأربع قدرات عمليات وهذا متطورة لجراحة الإصبعين. فأنا بأشكر الجميع وأتمنى لهم جميعا التوفيق. وأنا الحقيقة أرحب بترحيب كبير للدكتور أشرف سعد فتاة، هو عميد الكلية الأخير وقبل كده أخ وصديق وعزيز وغالي، وبإذن الله فرح يفتتح هذا المؤتمر. اتفضل الدكتور أشرف سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. المنصة الكريمة والحضور الكريم، مصدر سعادة ليا ان اكون موجود لافتتاح مؤتمر عمود الفقري قسم جراحة المخ والأعصاب. الحقيقة الفترة اللي فاتت قسم جراحة المخ والأعصاب بمجهودات متعاونة من القسم كله الحقيقة بذل مجهود كبير جدا في تطوير القسم، وسواء جاء هذا التطوير بمبادرات من هيئات المجتمع المدني او الافراد بدعم ذاتي وبدعم من المستشفيات والكليه. الحمد لله ان دلوقتي الدور السادس الحقيقه حاجه احنا نفخر بيها كلنا، سواء الدور السادس كله كقسم وكعمليات، والدور الرابع في يعني سبيله للتطوير ان شاء الله. وما دام ان هي موجوده وفي الناس عايزه تتطور وعايزه ان هي تحسن من اللي موجود وبتقدر في نفس الوقت وعن حب وطواعيه
انها يعني ترصد او انها تحصل على الدعم من مختلف الجهات والافراد وبالعكس ومنها هي شخصيا كمان. بالتاكيد اداره المستشفيات الكليه بتقف وراها وبتستكمل وبتسعى معاها انها تحقق اللي كلنا املنا فيه اللي هو ان القسم يبقى في شكل متطور. فالحقيقه يعني انا اوجه الشكر والتحيه لكل دكتور ناجي وكل مجلس القسم على المجهودات اللي بذلوها ولكل الجهات والهيئات التي تبرعت في سبيل انها يعني في سبيل خدمه المرضى ولوجه الله في سبيل تطوير هذا القسم. الحاجه الثانيه قسم جراحه المخ والاعصاب. هم ناس بتوع جراحه المخ والاعصاب دول عمله نادره جدا. يعني بتدور عليهم يعني اي حد بيدور عليهم وبنبقى محتاجينهم دايما. والندره بتاعتهم ديت بتؤدي الى احتياج شديد ليهم. سواء اذا كان عندنا في الطوارئ او في الحالات اللي هي الالكتف. والطوارئ مشكله من المشاكل ان هم مطلوبين وهم احنا المستشفى هي السنتر الوحيد في الاربع محافظات اللي حوالينا اللي هي فيها ناس بتاعت جراحه مخ واعصاب. ده بيركب اثم كبير جدا عليهم وعلى المستشفى. والحقيقه هم هيجيبوا دور كبير جدا في هذه المساله وبيتحملوا عبء كبير ومشاكل كتير وزعيق وضرب وخاصه الشباب الصغير. الشباب الصغير اللي هو نواب بيتحملوا عبء كبير جدا جدا في هذه المساله. واحنا دايما بنحاول التواصل مع وزاره الصحه ان يبقى في نوع من التنسيق بحيث ان الحالات ديت حتى فتره من الفترات كان الشباب بتوعنا كان نواب مدرسين مساعدين بيروحوا يشتغلوا في راس التين الحالات اللي هناك. واحنا في سبيلنا ان شاء الله باذن الله المنظومه ديت تستكمل. احنا كان في اجتماع في مجلس الكليه من اسبوعين مع وكيل وزاره الصحه دكتور ايمن وان شاء الله احنا بصدد اجتماع يوم الاثنين اللي جاي الصبح ان شاء الله بحضور رؤساء الاقسام ووكيل وزاره الصحه ومدير المستشفيات وقيادات وزاره الصحه للتنسيق مع وزاره الصحه في التعليم والتدريب والخدمه الصحيه. التعليم بحيث ان الاقسام بتاعه الجامعه ترجع تاني في مستشفيات وزاره الصحه اذا كان في راس التين او في وينجت او في الرمض او في دار اسماعيل يبقى في قسم يعني تشرف عليه الجامعه هناك للتدريس بالنسبه للطلاب بعد ما الامتياز من السنه اللي فاتت ابتدوا يروحوا المستشفيات ديت. في التدريب بحيث ان هو اعضاء التدريس يكونوا موجودين هناك في الاقسام اللي موجودين ديت. وهو الحقيقه كان في مجهودات من الدكتور ناجي مع وزاره الصحه ومع راس التين لانشاء قسم هناك وتحط البروتوكول لان قسم جراحه المخ والاعصاب يبقى له اشراف على هناك والنواب اللي هناك يجوا هنا هوت. بس الحقيقه هو وقف في بعض المسائل يعني كان في الاتيتود كويس كان من القسم بس في شويه مشاكل كده اداريه كانت متعلقه بوزاره الصحه. بس اعتقد انها يعني هيبقى في انفراجه وانفتاحه في هذه المساله. وتنظيم الطوارئ وخاصه في التخصصات اللي هي يعني بتحتاجها وزاره الصحه اللي هي جراحه الاعصاب، جراحه القلب والصدر، الاوعيه الدمويه. فديت هيتم تنظيمها ان شاء الله باذن الله. الجميل في مؤتمر السباين ان هو الحقيقه بيضم ناس من تخصصات مختلفه. يعني اذا كان في تخصص جراحه الاعصاب، جهاز العظم، العظام بتدخل فيه. معانا طبعا الاشعه، معانا الباثولوجي، ممكن يبقى فيه جزء في الباطنه، التخدير. فالحقيقه تخصص من التخصصات اللي بتجمع عدد من التخصصات الطبيه والكل مهتم الحقيقه. وبعدين السباين ده مهم. احنا الناس اللي واحد ما وزنه بيتقل كده ويبتدي يكبر كده السباين يبتدي ربنا ما يحطهاش تحت ايديك ويعني يا رب يعني. ف الحقيقه لا بشكرهم. وتخصص التخصصات اللي فيها تطور سريع جدا. والقسم الحقيقه بيواكب هذا التطور. فانا متقدم بيه بالشكر على هذا المؤتمر. والجميل برضه ان الشباب الطلبه بتوع السنسته موجودين. مش انتوا السنسته برضه؟ خمسه. ايوه انتوا خمسه صح، انتوا الجداد. انا اسف السبيشالات ماشي. وجايين بيحضروا. معرفش هم بيحضروا عشان الغياب ولا عشان طبعا عشان يعني ففي وجه استفاده. عشان ممكن الامتحان طبعا يجي من الحاجات اللي هتتقال في المؤتمر، انتوا عارفين يعني. فبوجه لكم التحيه كلكم، طبعا البنات قاعدين قدام
والولاد قاعدين ورا علشان برضه في وقت من الاوقات كده يقول لك طب انا هروح اشوف حاجه واجي. فالحاجات العاديه ديت يعني. فانا بوجه التحيه لكل الموجودين، مجهود يشكر عليه قسم جراحه المخ والاعصاب، وبالتوفيق دايما ان شاء الله. الف شكر.